إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته إنك حميد مجيد. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا لنصرة نبيك في الأرض. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم قو في رضاك عزمنا. اللهم أقمنا على مرادك منا إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني في الله، يعني حينما يعني اعتدوا وتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرب، وكم تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد مننا يعني في ماذا فكر؟ فكرت في ايه؟ حمزة بن عبد المطلب تعرض لنفس الموقف وكان كافرا، لم يكن مسلما في هذه اللحظة، تعرض لهذا الموقف، كان خارج مكة، رجع مكة قالوا له لقد شتموا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة سب النبي ده قصة قديمة جدا، ده هم من حقدهم مش عارفين يعملوا ايه. كل ما يزداد حرب للإسلام الإسلام يزداد انتشار، ففي النهاية مش قادر يعمل حاجة، في النهاية قلبه بيتحرق، بيبقى عامل زي واحد نفسه ينتقم من واحد، حائد على واحد، كاره واحد، حاول انه يشوه صورته محدش صدقه، حاول انه هو يشوه سمعته محدش سمع كلامه، حاول انه يقتله معرفش، حاول انه يعمل في اي حاجة معرفش. في الاخر قال للناس بعد ما الحقد تمكن من نفسه، قال لهم انا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الميدان الفلاني هنتقم منه افظع انتقام. الناس تجمعوا عشان يشوفوا هيعمل ايه، وفي اللحظة الموعودة لقوا قام طلع صورة اللي هو بيكرهه، وقام طلع عود كبريت وقام ولع في الصورة وقال لهم شفت انا انتقمت منه ازاي، انت عبرت عن النار اللي في صدرك انما انت لم تمسه بسوء. هو ده اللي بيعملوه كل ما يجيبوا مصحف يحرقوه او كل ما يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم من الحقد اللي في قلوبهم مش عارفين يعملوا ايه. سيدنا حمزة دخل مكة قالوا له ابو جهل شتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا حمزة عمل ايه؟ طلع على ابو جهل على طول، يعني طلع على طول على مواجهة على طول، ثم قال لابي جهل اتسب محمدا وانا على دينه. سيدنا حمزة لم يكن ساعتها قد قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قال له اتسب محمدا وانا على دينه واقول ما يقول. ثم لطم ابا جهل لطمة شج راسه فيها، بطح فيها، نزل دمه فيها. المشركين وابو جهل نفسه ما حرقش قلوبهم الضربة اللي ضربها لابو جهل، ما حرقش قلوبهم الشجة اللي شجها الرأس ابو جهل، اللي حرق قلوبهم كلمة سيدنا حمزة وانا على دينه واقول ما يقول. قضية ايه الرد اللي يحرق قلوبهم؟ هل الرد اللي يحرق قلوبهم ان الناس تقف قدام سفارة زق بالطوب؟ هل الرد اللي يحرق قلوبهم؟ بالعكس، هذا يعني ان كان فهو خدمة، يعني وغالبا اصلا هم اللي مستأجرين كثير من هؤلاء الناس، ولكن يا اخوانا الرد اللي حرق قلوبهم وانا على دينه واقول ما يقول. انا ورا محمد بن عبد الله
هم متى تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل لو جيش والقائد بتاعه امام الجيش، جه خمسة من جيش الاعداء هجموا على القائد قدام الجيش كله، واخذوا يطعنوا فيه واخذوا ينالوا منه، وبعد كده مشوا ولا كأن في شيء. دي اهانة للقائد ولا اهانة للجيش اللي وراه؟ ما بالك لو قائد الامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وراه جيش 1,600,000,000 جندي، امام الجيش ده كله يعتدوا على القائد والجيش قاعد ساكت. اصل القائد لما بيقول يمين الجيش ما بيقولش يمين، والقائد لما بيقول قدام الجيش بيقول ورا. فلما يعتدوا على القائد امام الجيش دي اهانة للجيش مش اهانة للقائد، دي اهانة للي ورا محمد عليه الصلاة والسلام، مش اهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابلغ رد من سيدنا حمزة مسألة انه شج ابو جهل ده فعل عاطفي، عاطفة في قلبه، ولكن مسألة انه قال وانا على دينه واقول ما يقول. يبقى ابلغ رد نرد بيه عليهم لما النساءنا وبناتنا اتسبون محمد ونحن على حجاب امهات المؤمنين، ونحن على سيرة وصورة وسريرة امهات المؤمنين. لما احنا نقول اتسبون محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن له متبعون ونحن على سيرته وصورته وسريرته، يبقى لما نبقى متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام ده الاعتذار العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الرد العملي امام هؤلاء الكفار، ده اللي يحرق قلبهم، ده اللي رد فعلا يحرق قلب هؤلاء. لما نقدر ان احنا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام مش ننصر الدين بعواطف وكلمات وخلاص. اخواني في الله، متى اهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لهم ان يهينوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى حاولوا اهانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاولوا اهانة النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احنا الاول تجرأنا على النبي، لما احنا الاول اهمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما احنا الاول تجرأنا عليها. يعني يروى ان ايام الاندلس لما حاولوا ان هم يعني ياخدوا الاندلس من المسلمين، فقالوا نبعت جواسيس الاول نشوف احوال شباب الامة كده، نشوف احوال الرجال عاملين ايه. فلقوا شاب بيبكي على مجرى مائي، بتبكي ليه؟ قال لهم انا كل مرة بجيب النشان من المرة الاولى، انا اول مرة اجيبه من المرة التانية هجاهد في سبيل الله ازاي؟ رجعوا قالوا لهم اوعى تقربوا من المسلمين. ليه؟ طول ما المسلمين عارفين دينهم ابعدوا عنهم، هتنالوا منهم ازاي؟ والنساء بتوعهم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هتنالوا منهم ازاي واطفالهم مالين المساجد في حفظ القرآن؟ هتنالوا منهم ازاي وصلاة الفجر زي صلاة الجمعة عندهم؟ الان لو صورت منظر شوارع المسلمين ساعة الفجر وصورت منظر المقابر وحطيت الصورتين جنب بعض، ما حدش هيعرف ايه المقابر وايه الاحياء، ما حدش هيعرف مين الاحياء ومين الاموات. الصورتين نسخة طبق الاصل من بعض، اللهم الا واحد خارج من كل شارعين ثلاثة حتى يصلي فريضة الله، فريضة الفجر. اخواني في الله، لما لقوا الوضع كده قال لهم اوعوا تقربوا، ولكن لما حبوا انهم يدمروا المسلمين دمروا دين المسلمين الاول، دمروا دين المسلمين. الواحد بيتعجب يتعجب، عندنا في المنصورة فصلوا في كلية الطب ما بين الشباب والبنات، فصلوا ووصل طول عمر الدنيا في الكلية مفصولة، يعني اللهم إلا سنوات قليلة. تلاقي التعليقات هم زودوا في ساعات التعليم، هم زودوا مرتبات مش عارف ايه، هو اللي جابوه لنا انهم فصلوا النساء عن الرجال. يا سبحان الله، كأن امر الاخرة ولا له اي قيمة، امر الدنيا بس اللي له قيمة، وكأن النكبات اللي احنا فيها في الدنيا ليست اساسا بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، وليست اساسا بسبب عدم الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا ده احنا بسبب سنة واحدة انتصرنا في معركة، وبسبب سنة واحدة اتهزمنا في معركة. معركة احد لو كنا انتصرنا فيها كانت الامة كلها اتعلمت ان احنا ممكن نخالف النبي وننتصر، ولكن كان درس لينا ان لا يمكن اتخالف ولا سنة تنتصروا. فسنة واحدة من سنن النبي وامر واحد من اوامره عليه الصلاة والسلام ادى الى الهزيمة. وفي معركة من المعارك الاخرى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حاصر المسلمين بلد الكفار وتأخر الفتح، فاجتمع الاهل المشورة، يا ترى ايه سبب تأخر المدد والنصر من الله سبحانه وتعالى؟ قالوا بالتأكيد في سنة احنا مقصرين فيها. فلما بحثوا لقوا سنة السواك مقصرين فيها، فوزعوا يعني ما يستاك به الجنود على كل الجيش. الاعداء لما لقوا الجنود بيمسحوا اسنانهم بالسواك قالوا ده بيسنوا اسنانهم عشان ياكلونا، وهربوا وتركوا حصون المدينة، وفتحت المدينة بسبب تطبيق سنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام.
بسبب ترك سنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام اتهزمنا في معركة، وبسبب تطبيق سنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام انتصرنا في فتح من الفتوحات. هي سنة النبي دي كلمة قليلة، ده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زي أمر الله، كلاهما وحي، كلاهما من مشكاة واحدة. إن احنا نعرف يعني إيه سنة النبي. سنة النبي عليه الصلاة والسلام عاملة زي جبل، لو طلعت عليه هتوصل لحد قمته، لو كملت أكتر من كده هتبدأ تنزل تاني. يبقى سنة النبي لا تقلل عنها ولا تنقص عنها. عايز تبقى على قمة الجبل، لا تقلل عن الصعود للقمة ولا تزود بعد كده. زي ما النبي عاش عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي عبد عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة رب العالمين إلى يوم الدين. بدأوا يتوهوا الأمة زي أيام الأندلس وزي الوقت، يعملوا لهم مسلسلات وما بين المسلسلات إعلانات وما بين الإعلانات، صدروا لهم أقذر لبس يلبسوا نسائهم. حتى نساء الغرب ممكن لا يرتدوا، اللي سافروا في الدول الإسلامية في إفريقيا الدول الأوروبية زي فرنسا بتصدر لهم لبس نساء كأسي عاري بأبخس الأثمان، بأبخس الأثمان، عشان يفجروا الشهوات في نفوس المسلمين في هذه الدول، عشان يدمروا الشهوات في نفوس المسلمين في هذه الدول. والعياذ بالله، والمسلمون مستسلمون. توهوهم، اعملوا لهم أبسط قنوات، حتى قنواتنا نفسها ممكن ما تبقى زيها. اعملوا لهم 500,000 موقع إباحي على شبكة النت، رغم انها بتتكلف ألوف مؤلفة كل موقع منها، محدش عارف مين اللي عمل كل ده ومين اللي أنتج كل ده. توهوهم، اعملوا حتى الأطفال هم قنوات تتوه الأطفال بتوعهم. لما توصلوا الفيمتو سكند ولا قنبلة نووية اوعى تعرفوهم دي بتيجي ازاي، ولما توصلوا لأي باب من أبواب الإفساد وأي باب من أبواب المجون صدروا لهم وتوهوا هذه الأمة. وبعد سنوات يبعثوا جواسيس إلى الأندلس يسألوهم، يدوروا يشوفوا الشباب عاملين إيه، يلاقوا شاب قاعد بيعيط على مجرى مائي، يقولوا له أنت بتعيط ليه؟ يقول لهم أصل اللي أنا بحبها أو الفتاة اللي قلبي متعلق بها مش راضية إن أنا يعني مش راضي ان احنا نبقى ايه يعني احباب، وان احنا قال لهم بس في الوقت ده اضربوا المسلمين، في الوقت ده اشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، في الوقت ده تجرؤوا على حدود الاسلام. متى اهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المسلمين الاول اهانوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل من الرجال جيل ابنه كده، وابنه يعني بقى راجل بقى وبدأ كده تظهر على علامات الرجولة، قال له بص يا ابني، انت لعاد لك اكل ولا شرب ولا نوم ولا عيشة معنا في البيت الا بشرط واحد، انك كل يوم تجيب لي هنا 5 جنيه. اجيب لك 5 جنيه ازاي؟ انا لا وش شغل ولا وش بهدلة. قال له لو ما جبتليش كل يوم هنا 5 جنيه انت لا راجل ولا اعرفك ولا ينفع تسكن معانا اصلا. ابوه مشي ووالدته جت قالت له تعالى يا ضنايا، تعالى حبيبي، وانت وش بهدلة؟ ابوك عايز يبهدل فيك ليه؟ انا كل يوم اديك ال5 جنيه ولما ابوك يطلبها منك اديها له وخلاص ونريح نفسنا، انما انت ما انتش وش تعب. كل يوم والدته تدي له ال5 جنيه، ابوه يجي اخر اليوم يقول له تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ يقول له اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ ايه ال5 جنيه؟ يمسكها يقطعها حتت ويرميها. الواد يبص له من فوق لتحت ويقوم سايبه وماشي. ثاني يوم تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ ايه؟ يقوم ماسكها مقطعها حتت ورميها. الواد يقوم باصص من فوق لتحت وماشي. مرت الايام، امه نادت له قالت له يا ابني تعالى. قال لها ايه؟ قالت له انا ما عادش معايا فلوس. يعني ايه؟ قالت له يعني انا لو انت ما خرجتش تشتغل انا وانت هنفضح قدام ابوك، انا وانت والدك هيبهدلنا. لا يعني قالت له يعني لازم تخرج تشتغل، فلوسي خلصت خلاص. تاني يوم من قبل الفجر ابنها خرج عشان يدور على شغل، على ما لقى شغل روحه طلعت، على ما لقى وظيفه يشتغلها، وعلى ما اشتغل ب5 جنيه عينيه طلعت. ورجع اخر اليوم مقتول ومعاه ال5 جنيه اللي ابوه طلبها منه. ابونا ده بالليل تعالى يا ابني. نعم يا ابا. اشتغلت يا ابني؟ اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ ايه؟ ابوه جاي يمد ايده عليها قال له عندك، ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تقربش منها، ده انت تموتني وما تلمسهاش. ليه؟ لان ال5 جنيه دي تعب فيها. ساعتها ابوه عرف انه اشتغل بجد. ساعتها لما لقى ال5 جنيه غالي عنده ابوه عرف انه عرق في ديه بجد. زي الراجل اللي لابس عبايه ب500 جنيه ولابس جزمه ب20 جنيه، فكل شويه الجزمه يجي عليها اي تراب
يقوم ماسك العبايه وملمع الجزمه، فالناس تبص له الراجل ده مجنون ولا ايه؟ شويه الجزمه تتسخ يقوم ماسك العبايه وملمع الجزمه، فبيقولوا له يا عم الراجل ده مجنون ولا ايه؟ عبايه ب 500 جنيه بيلمع بيها حذاء ب 20 جنيه، قالوا لهم لا اصل انتوا مش فاهمين، اصل العبايه دي ورثها ما تعبش فيها، ولكن الحذاء ده شاريه من شغله وتعبه وعرقه، فعارف قيمته، فمقدر قيمته. الصحابه لما بذلوا اعمارهم، لما ضحوا باعمارهم عشان الناس تعرف ربنا، عشان الاسلام ينتشر في الارض، لما ضحوا باعمارهم عرفوا قيمه الاسلام. فلما جت حركه الرده، ابو بكر رضي الله عنه قال: اينقص الدين وانا حي؟ ما ينفعش. انما احنا لما خدنا كلمه مسلم بالبطاقه، لما طلعنا لقينا الامه الاسلاميه من الصين لحد المحيط الاطلنطي من غير ما نبذل قطره دم ولا قطره عرق، لما ياخدوا فلسطين ولا يقطعوا جنوب السودان ولا يذبحوا العراق ويشقوها، احنا مش تعبانين في البلاد دي يا جماعه. اخواننا لما الواحد بيتعب في حاجه بيقدر قيمه. الصحابه تعبوا عشان الناس تدخل في الدين، تخيلوا شعب زي شعب مصر ده عشان الشعب ده يدخل في الاسلام، الصحابه تعبوا قد ايه؟ ده الواحد ممكن يلاقي ثلاثة أربعة شباب مثلا يعني واقفين في موقف كده يدل على ان في معاصي وفي منكرات، عشان تدخل تكلمهم وتقنعهم وتحاول تجيبهم وتتابعهم وتحاول ان هم يصلوا وتحاول انهم يسيبوا المخدرات وتحاول انهم يسيبوا المواقع الفاسدة وتحاول انهم يتوبوا الى الله من المعازف المحرمة والكليبات وتحاول انهم يسيبوا العلاقات المحرمه، روحك انت واللي معاك بتطلع عشان ينتقلوا من مسلم عاصي لمسلم ملتزم. امال الصحابه عملوا ايه عشان ينقلوا هذه الامم من كفار الى مسلمين؟ امال الصحابه تعبوا قد ايه؟ امال الصحابه بذلوا قد ايه؟ امال الصحابه ضحوا قد ايه؟ فلما تعبهم عرفوا قيمه الاسلام وعرفوا قيمه حرمات الاسلام وعرفوا قيمه مقدسات الاسلام. الواحد بيتخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام وهو جاي من الطائف كده، تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام بيصدر يعني امر من مكه، ومكه زي مصر كده يعني قبل الثوره كان فيها امن دوله ومباحث امن دوله وكان فيها مخبرين وكان كل حاجه ولكن الاسماء هي اللي بتختلف، وفجاه يصدر قرار بطرد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام من غير حتى ما يلحق انه يروح بيته. النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من مكه معهوش حتى دبه، ليس معه الا صحابي واحد يخدمه عليه الصلاه والسلام، يقطع هذه المسافه 90 كيلو متر، يقابل حوالي 27 قبيله في الطريق، لا يدع قبيله الا ويدعوها الى الله. تخيل كده انت داخل على مجموعه شباب مثلا يعني بيعصوا ربنا، فتكلمهم مثلا فيكسفوك ويطردوك، تلاقي بعدهم مجموعه تدخل يكسفوك ويطردوك، بعدها مجموعه تدخل يكسفوك ويطردوك، بعدها لحد ما تعدي لك. مين اللي عنده الصبر ده؟ اخواننا كانوا اخواننا. امال الصحابه جابوا الرجوله دي منين؟ امال الصحابه جابوا البطوله دي منين؟ امال الصحابه جابوا قوه الدين دي منين؟ كل تضحيه صحابي عملها اتعلمها من النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه اللي ضحوا بارواحهم عشان الدين اتعلموها لما النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف بيصلي عند الكعبه، وجه عقبه بن ابي معيط خنقه لحد ما النبي اخشى عليه عليه الصلاه والسلام. اول ما النبي افاق لقى بيبص حواليه، فلقى نفسه فاق تاني عليه الصلاه والسلام، بدل ما يبص مين اللي كان بيحاول يقتله، بدل ما يبص المشركين واقفين ولا لا، الله اكبر، وقام مكمل صلاه. انا مكمل لو الدنيا كلها وقفت في وشي، انا مكمل، انا لن ارجع عما انا فيه. الثبات ده الصحابه طلعوا بسببه رجاله. الصحابه اتعلموا الزهد لما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام يمر عليه شهر كامل في مكه ليس له طعام هو واهل بيته الا ما يواري ابط بلال. يعني سيدنا بلال كان يخبي رغيفين عيش كده تحت ابطه ويمشي كانه هو مش رايح لأي مكان لحد ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام يديله الأكل اللي هيقعد النبي عليه الصلاة والسلام عليه لحد ما سيدنا بلال يجي تاني. تخيلوا يا اخوانا لما السيدة عائشة تقول كان يمر علينا الهلال تل والهلال تل والهلال لا يوقد في بيتنا نار. أنا عايزك تجيب لي أفقر أسرة فقيرة أي حد من الجمعيات الخيرية بيكفلها في الخط ده كله من اول القاهره لحد اسكندريه في الطريق ده كله، عايزك تجيب لي افقر اسره فقيره، هات لي اسره بتقعد تلات اهله ورا بعض، شهرين ورا بعض، 60 يوم لا يوقد في بيتها نار. يعني ايه؟
يعني ما فيش حاجة اسمها طبيخ، يعني ما فيش حاجة اسمها رز، يعني ما فيش حاجة اسمها عيش، لأن العيش كان بيقر له نار، كان بيخبز 60 يوم بلا نار. فالصحابة هيجنوا، فبيقولوا للسيدة عائشة: فما كان يعيشكم؟ امال كنتوا عايشين ازاي؟ قالت: انهما الا الاسودان، التمر والماء. 60 يوم معناش غير التمر اللي بيبقى بطينه وترابه ده، الدقل ده، والمية، هو ده اللي احنا عايشين عليه. تخيلوا لما الصحابة يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان الرسالة وعشان نشر الاسلام وعشان انقاذ الناس من النار وعشان هداية القلوب الى الله وعشان بناء رجال يشيلوا الدين في الارض. النبي استحمل هذا الفقر، النبي استحمل انه اخر 3 سنين في حياته عليه الصلاة والسلام كان بيجيله ألم ذبحة صدرية. لما جاء يموت قال: هذا اوان انقطاع ابهاري من اول ما اكل من الشاه المسمومة في خيبر، يعني قبل موته ب3 سنين عليه الصلاة والسلام، وهو كل فترة بيجيله الام، يعني بيسموها في الطب كده زي الام مرض اسمه ديسكتنج اورتنج انيوريزم، يعني كأن الاورطة بيتقطع فيها، هذا اوان انقطاع ابهري، يعني ده مرض كده، يعني كأن جدار الاورطة ده من اشد الامراض الاما، بل اشد من الام الذبحة الصدرية. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام عنده الالام ده ايه، وعنده الفقر ده اهو، وعنده موت جميع ابنائه في حياته الا السيدة فاطمة، وبشر بموتها قبل موته عليه الصلاة والسلام، ومكمل ومواصل ولا يتراجع ولا يتنازل عليه الصلاة والسلام. عشان كده الصحابة طلعوا رجالة، عشان كده الصحابة طلعوا أبطال، لأنهم خريجوا مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لو تعلمنا من رجولة النبي عليه الصلاة والسلام، لو تعلمنا من بطولة النبي، لو تعلمنا من قوة دين النبي عليه الصلاة والسلام، الواقع اتغير. الواقع الوقت يا اخواني ما هوش عايز ناس لما تشوف ربنا بيقصط مصمص شفايفها وتقول يا عيني لو الناس دي ربنا ده. الواقع عايز ناس اقوية. اهل الباطل فجروا، اهل الباطل بقوا بيستعلنوا بالكفر على الفضائيات، اهل الباطل نفسهم بيسبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار في برامج التوك شو. احنا جايين نقولوا شتموا النبي برا، ده احنا عندنا ممثل ووراه جيش من المخرجين والممثلين والمنتجين وكل اللي انتوا عارفينه، دسم لبس لبس النبي دقن وغطاء رأس وجلابية بيضة وكتب جنبها الارهابي، زعلانين من انهم عملوا فيلم بره يشتموا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا عندنا اللي عملوا فيلم عملوا فيه صورة النبي وكتبوا جنبها الارهابي. واخواننا احنا بنؤذينا ازاي؟ لو الحركة بتاعت فيلم الارهابي دي كان اللي عملها اقباط المهجر كانت قامت حرب عالمية ما بين المسلمين والكفار، ولكن لما عملها واحد مكتوب في البطاقة مسلم وناس مكتوبين في البطاقة مسلم ولا حد حرك ساكنا. لما سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتهان كل يوم في برامج التوك شو، بيعتدوا على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وبيشتموا في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وبيتريقوا على سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اصل دول مكتوبين في البطاقة مسلمين فمحدش يتكلم. ولو عاملوا، لو واحد من دول مرض، من هؤلاء العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين، لو واحد من دول مرض وذهب الى الطبيب فعامل الطبيب بمثل ما عامل الله لا طرد من العيادة طردا. لو واحد منهم عي ولا مرض وقام رايح للدكتور فالدكتور كتب له روشتة، قال له استنى بقى عم الدكتور، لا انت فاكرني بمشي كده وخلاص؟ لا يا حبيبي انا ليا دماغي، قول لي بقى اشمعنى كتبت الدواء ده حقن؟ ليه ما كتبتش الدواء ده اقراص؟ وقول لي بقى اشمعنى قلت الدواء ده هياخده لمدة اسبوع وبعد كده هغيره واكتب دواء واخد دواء تاني؟ وقول لي بقى اشمعنى كتبت الدواء ده في شكل كبسولات ما كتبتهوليش في شكل شراب؟ انت لازم تفهمني كل حاجة في الروشتة عشان اتبعك فيها، وإلا مش همشي وراك فيها. انا ليا عقل وليا مخ. تخيلوا لو واحد منهم راح عامل الدكتور كده، الدكتور هيقول له ايه؟ هما بيعاملوا ربنا كده، بيحاسبوا اللي خلقهم ليه يا رب؟ ليه يا رب عملت الحد ده؟ ما عملتش حد تاني ليه؟ وليه يا رب قلت ان ايدي السرق تتقطع؟ ما قلتش حاجة تانية ليه؟ وليه يا رب ما شرعتش التشريع ده؟ وليه يا رب امرت الامر ده؟ لا الاول، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اللي داخل مخك تؤمن بيه واللي ضد مصلحتك او رغباتك او شهواتك او اهوائك ترميه وتتركه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون
يخرجون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فلو عاملوا الطبيب الذي يذهبون إليه حينما يمرضون كما يعاملون الله وكما يعاملون شريعة الله وكما يعاملون شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لما رضي طبيب أن يعالجهم أصلا. إخواني في الله، متى أهانوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو النبي هو راح الطائف عليه الصلاة والسلام، هو راح للطائف ومعدى على 27 قبيلة، قبيلة قبيلة يدعوها وقبيلة قبيلة ترفض، بعدها يروح الطائف يفضل 9 أيام يعدي على بيت بيت ويعدي على كل مكان لتجمع الناس فيها ويطرد ويدفع من على الأبواب. بعد كده لما يضيق أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم ذرعا يجيبوا الأطفال والسفهاء والعبيد، كل واحد يمسك كبش الطوب في ايديه، وتجري هذه المجموعات وراء النبي عليه الصلاة والسلام يرموه بالحجارة في مشهد لو صور من السماء، لو حد كان بيصور من فوق والمشهد ده تصور وعرفنا والأمة شافت النبي عمل ايه عشانها، والنبي عليه الصلاة والسلام تعب قد ايه عشانها، والنبي عليه الصلاة والسلام تحمل أذى قد ايه عشانها. لو كان المشهد ده صور كان الكل قلبه تفطر من الخجل من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يطرد النبي وتدمى رجلاه عليه الصلاة والسلام. لو النبي وهو رجع لمكة بقى من الطائف ما رجعش على مكة، لو النبي رجع على بلادنا ده، لو النبي رجع على مصر، لو النبي رجع على شاف الفضائيات بتاعتنا، لو النبي رجع شاف شبكة الانترنت والمواقع بتاعتنا، لو النبي رجع وشاف لبس النساء بتوعنا، لو النبي رجع وشاف الجامعات بتاعتنا اللي فتحت بقى لها ايام، لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع وشاف الكورنيشات بتاعت النيل اللي في المحافظات اللي بيعدي عليها النيل، لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع وشاف نوادينا، لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع وشاف حفلاتنا، لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع وعد على الساحل الشمالي كده من اوله لحد اخره كده ورأى احوال امة محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا عساك تتوقع؟ النبي راجع نازف دمه ومستحمل كل شيء عشان احنا نطلع على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لو النبي رجع ورأى ما رأى لما كنا في رمضان وقاعدين مع بعض الشباب كده وقاعدين يعني افتح لي قلبك نتكلم مع بعض، واحد بعت ورقة بيقول انا ما عنديش غير مشكلتين بس في الحياة، الخمر والزنا والعياذ بالله. بس يعني تخيل الراجل اخر واحد بيمر من على الصراط لما بينجو فبيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. الراجل ده لو كان شاف واحد بس قدامه نجا ما كانش قال الكلمة دي. هو ده بيقولك انا ما عنديش غير مشكلة الخمر والزنا، يعني هو مستهين كأن اصحابه اصلا هو بالنسبة لهم ايه، انا ما عنديش غير الاتنين دول بس، في غيري عنده اكتر ولكن انا عندي دول بس والعياذ بالله. شاب يعني يتصل يقول انا هنتحر، ليه يا ابني؟ انا عملت كل المعاصي والموبقات وعايش في عذاب نفسي اليم. ما هو انت اللي معايش نفسك في ذلك العذاب، زي اللي بيدخل اوضه ضلمه وكلها ازاز مكسور وماشي حافي على رجليه، كل شويه الازاز يفتح رجليه وهو مصمم يكمل ومصمم يواصل. يا ابني انت ماشي في طريق كله جراح والام ولن يجنى منه الا هذا. تخيلوا لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما عاد الينا راى هذه الايام ما يحدث، لو النبي عليه الصلاه والسلام رجع لينا شاف أمة لا إله إلا الله على ماذا تموت وعلى ماذا تحيا. اللي عند الموت قالوا له قول لا إله إلا الله، قال لهم هتنفعني بإيه وأنا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة. واللي عند الموت بيقولوا له قول لا إله إلا الله، قال لهم هعمل بها إيه وأنا عمري ما سبت معصية إلا وعصيت بيها. واللي عند الموت وهو راجع من سالم إكسبريس وغرق ويقولوا له قول لا إله إلا الله، أحد مشايخنا بيلقنوا الشهادة عند الموت قال له الشنطة الفلوس شقى عمري، وفضل يقول الشنطة الفلوس شقى عمري حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. واللي عند الموت بيقولوا له قول لا إله إلا الله، قعد يغني أغنية مشهورة لأحد المغنيين المشهورين في الدول العربية. يا إخوانا لو يعني أمة لا إله إلا الله علامة تلقى الله، علامة تلقى الله بما تلقى الله سبحانه وتعالى. متى أهانوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما تجرأنا على دين الله، لما احنا نفسنا يعني احد
احد لاعب باسكت بول امريكي اسلم في امريكا لما قرأ عن الاسلام وقال اتعلم الاسلام فين؟ اجي مصر بقى بلد الازهر اعرف الاسلام عملي. فلما جاء ركب التاكسي لقى سواق التاكسي بينصب عليه لانه امريكي، جه يشتري من الناس لقى الناس بينصبوا عليه لانه امريكي. الراجل لما شاف ان واقع المسلمين لا علاقة له بالكلام اللي قرأه عن الاسلام في الكتب ارتد عن الاسلام في مصر وعاد الى امريكا. يعني تخيل اما اللي يقرأ عن الاسلام يسلم، اللي يشوف المسلمين يكره الاسلام، اللي يشوف المسلمين ينفر من الاسلام. تخيل يعني الى هذا المدى. يعني فتاة روسية تزوجها شاب مصري في بلد من البلاد الساحلية ففي مصر، فيعني بعد ما اسلمت الناس دي بتحب القراءة تحب تقرأ فقعدت تقرأ في الاسلام فبهرت بالاسلام وبدأت فعلا تطبق الاسلام حقيقة وتعرف ايه هو الاسلام. فلما بدأت تعرف ايه هو الاسلام بدأت تعرف ان صاحبنا زوجها ملوش دعوة بالاسلام غير الاسم. فمرة من ذات المرات وهما يتشاجران وهو يعتدي عليها قالت له بقول لك ايه، التزم انتوا الاول بدينكم قبل ما تقولوا للناس انها تلتزم بيه، اتبعوا انتوا الاول دينكم قبل ما تقولوا للناس انها تتبعوا، طبقوا انتوا الاول دينكم قبل ما تقولوا للناس ان هم يطبقوه. اخواني في الله، يعني اين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين نحن من يعني انت دلوقتي لو جبت يعني شاب امريكي نزل هنا وقلت له احترم الاسلام هقول لك يعني هو يعني شباب المسلمين نفسهم محترمين حرمات نساء المسلمين؟ عشان انتوا تقولوا لنا ان احنا نحترم هذه الحرمات، هو انتوا لما جبتوا فيلم وكتبتوا على صورة النبي بتاعكم الارهابي والناس كلها سكتت والشباب دخلوا اتفرجوا عليه واللي حملوا على الكمبيوتر عادي يعني ومحدش يتكلم، انتوا زعلانين مننا احنا ليه؟ ده انتوا عملتوا اللي احنا ما عملناهوش، انتوا زعلانين عشان تحدثنا عن يعني سنة النبي بتاعكم، ما تشوفوا برامج التوك شو بتاعتكم، ما تشوفوا الجرايد بتاعتكم بيعتدى فيها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه؟ اخواني في الله، يعني يجب ان نستيقظ، يجب ان نقوم قومة لله سبحانه وتعالى، يجب ان نقوم قومة لله. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان مشاعرهم حرة في التعامل مع اي حاجة تمس النبي عليه الصلاة والسلام، مشاعرهم ساخنة، كانوا عارفين يعني ايه محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا عارفين شرفهم بانهم نالوا انهم من امة محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا عارفين المهمة المقدسة اللي وضعت في رقابهم لانهم من امة محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا عارفين انهم اصحاب رسالة. لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد واعتدي عليه فقال من يردهم عنا وله الجنة، الجنة في مزاد علني، الجنة بتعرض في مزاد علني، كلما اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بتعرض اهي، من يردهم عنا وله الجنة. احد الصحابة مرة وجد في لحية النبي عليه الصلاة والسلام شيء اي تراب ولا حاجة علق بها فشلها اخذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك، اخذ الله يعني ربنا يحفظك زي ما بتحفظ نبيه، زي ما بتحفظ نبي الله. مرة من ذات المرات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبالليل سائرين فالنبي نام على الدبة فكان هيقع، فأبو قتادة سند النبي فلم يقع، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حفظك الله بما حفظت به نبيا. اللي هيحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هيحفظه، اللي هينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هينصره، اللي هيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هينال حب الله، فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام عمل عشاننا حاجات كتير في الدنيا ولكن في الاخرة اشد. في الاخرة تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بذل عشاننا 23 سنة في الدنيا، يوم القيامة 50,000 سنة لا يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام الا لما يشفع لامته، الا لما يجيز امته من على الصراط، الا لما يقف على الميزان في وزن امته، الا لما يسقي امته من على الحوض، وقبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض. النبي عليه الصلاة والسلام تعب عشاننا في الدنيا 23 سنة وهيتعب عشانك في الآخرة 50,000 سنة. انت متخيل كده يوم القيامة والناس طالعة من تحت التراب، عدد سكان الأرض الآن 6,900,000,000، يعني تخيل كل 50 سنة الأرض بيجي فيها 7 مليار بني آدم، كل ثانية بيتولد 3 وبيموت 2، يعني من أيام سيدنا آدم ليوم تقوم الساعة هيبقى تعداد البشر اللي عاشوا على وجه الأرض وماتوا يفوق 100-200 مليار. تخيل كده اللحظة اللي 200
200 مليار دولار يطلعوا من تحت التراب فيها، وفي نفس الوقت 200 مليار جن طالعين من تحت التراب. ما هو الجن بيموتوا هما كمان وبيبعثوا هما كمان، وابليس بيبعث، وقبل بعث الانس والجن بعث الملائكه، لان ملائكه السبع سماوات بيموتوا، فصاعق من في السماوات ومن في الارض. تخيل كده اللحظه اللي بتبعث فيها الوحوش، واذا الوحوش حشرت، اللحظه اللي بيبعث فيها كل الكائنات. تخيل هذه اللحظه والناس خارجه لا تلوي على شيء، الناس خارجه حفاه عراه، الناس خارجه اللي كان مفتون بالنساء في الدنيا، كل ما جميلات العالم محشورين من تحت التراب وما حدش بيبص لحد. اللي كان مفتون بالمال والمركز، كل ملوك الارض طالعين من تحت التراب، وكل اغنيائها وكل وجهائها ما حدش بيبص لحد. اللي كان له حد عزيز عليه، هو وابوه مدفونين جنب بعض، ابوه مات وهو طفل صغير، طول عمره يقول كان نفسي اشوف ابويا، ويوم القيامه هما الاثنين طالعين ما حدش هيبص لحد. تخيل اللحظه اللي يبعث فيها البشر، ثم يفوج البشر، البشر هيفوجوا الى ارض المحشر. المؤمنين هنا، كفار هنا، الدعاء هنا، الحرب وشرع ربنا هنا، الزنا هنا، السارقين هنا، الحكام الظلمه هنا، الصوامين هنا، القوامين هنا، العفيفات هنا، المتبرجات هنا. تفويج البشر في مجموعات حسب العمل الصالح والسيء، كل واحد طالع عليه اثر طاعته او معصيته. المتبرجه طالعه بثياب التبرج، تحشر على ما ماتت عليه من الثياب لان دي معصيتها. المتصدق طالع الصدقه سحابه بتظلله. اللي صاحب القران، القران مستنيه بيقول له انا صاحبك القران، انت ما سبتنيش في الدنيا، كنت بتحفظني وبتقرأني وبتتلوني كل يوم، انا مش هسيبك النهاردة. كل واحد طالع عليه اثر طاعته او معصيته يفوج الناس الى ارض المحشر. فمنهم من يقف في ارض المحشر العامة والشمس على بعد ميل من الرؤوس، والعرق يلجم الناس الجمل. انا عايزك تتخيل بقى في اللحظة دي النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة يطوفوا في ارض المحشر، كل واحد عليه علامة الوضوء والصلاة، كل واحد من امة محمد، تعالى 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 تعالى. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هياخذهم الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هياخذهم الى حوضه حتى يشربوا. عارف المسلم، عارفه من علامات الوضوء والصلاة، لان عليه اللي كان بيتوضى ويصلي عليه اثر طاعة الوضوء والصلاة، جابينه منور وايديه ورجليه اعضاء الوضوء منورة، اعضاء الوضوء واعضاء السجود منورة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم ويجيبهم ويدخلهم الى حوضه ليشربوا. تخيل في هذا الموقف العصيب تعرف قيمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، تعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف قيمته ساعة الشفاعة. هو الشفاعة دي بس النبي بيشفع للي في ارض المحشر ان هو يحاسب، ولا بيشفع لده ان هو يدخل الجنة، ولا بيشفع لده ان هو يرتقي في درجات الجنة؟ ده في ناس من امة محمد عليه الصلاة والسلام بيدخلوا النار والنبي بيشفع لهم انهم يطلعوا من النار. عارف يعني ايه؟ يعني ايه واحد دخل النار والنبي شفع له؟ تخيل واحد دخل على العرض على الله فحكم عليه خذوه فغلوه، 70,000 ملك كما يقول ابن كثير ابتدروه، ايهم ينفذ امر الله فيه؟ فالقوه في جهنم والعياذ بالله. دخلوه في وادي زي اللي موصوف في سورة المرسلات كده، ذي ثلاث شعب محاط بثلاث جبال، ما بين الجبال ثلاث مداخل، وهو في وسط الوادي ده، والارض نار والعذاب نار والعياذ بالله. ويرمى عليه بشرر من قصر من وراء الجبال، وفجأة يلاقي واحد داخل له من بين هذه الجبال. انت مين؟ انت حد جاي تعذب معايا؟ لا. طب انت ملك من ملائكة العذاب جاي بعذاب جديد؟ لا. امال انت مين؟ انا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت رسول الله، انا جاي عشان ربنا شفعني فيك ان خرجك من النار، ربنا حرم جسدي على النار عشان اجيبك من النار، عشان اخرجك من النار. تخيل ساعتها يعرف قيمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هيعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني في الله، لم يجرؤوا على الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم الا لما جرؤنا نحن على الاعتداء، والا لما اعتدي على النبي في قنواتنا وجرائدنا وافلام اللي بتندك في بلادنا، ولم يتحرك المسلمون ولم يعترض المسلمون. فيعني ما هو الاعتذار الحقيقي الذي نقدمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني نقول هذا في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على النبي محمد عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل وزد وسلم وبارك على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على عبدك وحبيبك محمد، اللهم صل عليه وسلم وزيد وبارك يا رب العالمين. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، يعني الاعتذار اللي احنا نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذار عملي، اعتذار عملي، مش كلام، مش كلام يا اخوانا. القضية اخطر من ان تكون كلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الرسول عليكم شهيدا، النبي عليه الصلاة والسلام هيشهد علي وعليك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما سعد بن الربيع الانصاري كان يموت في غزوة احد، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام ارسل له السلام، فقال وهو يحتضر: واخبر قومي الانصار الا عذر لكم، واخبر قومي الانصار الا عذر لكم. موضوع ما فيش في اعتذار، الموضوع لو ما فيش موقف عملي ما فيش في اعتذار. الا عذر لكم ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ده يعني حمى مقدس في الإسلام. أول حاجة يجب أن نقدمها للرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذار عملي للنبي عليه الصلاة والسلام، اعتذار من كل رجل وامرأة، ومن كل شاب وفتاة، ومن كل كبير وصغير، اعتذار في شكل تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتذار في شكل اتباع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتذار في شكل الاقتداء بحجاب أمهات المؤمنين لزوجتك ولبنتك في وراء أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن بنته بيموت، ابن بنته بيموت أرسلت إليه عشان يشوف حفيده وهو يحتضر، كان مع الصحابة بيربيهم عشان يطلعوا رجالة، عشان يفتحوا الأرض ويطلعونا مسلمين، فلم يرضى أن يقوم إلا لما أرسلت أقسمت عليه. ابن اليهودي بيموت فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم ويذهب ويجتهد عليه وهو يموت حتى يقول لا إله إلا الله. فلما قالها قبل أن يموت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، ووجهه يتهلل كأنه القمر، ووجهه كأنه مذهبة عليه الصلاة والسلام. وش النبي فرحان أنه أنقذ واحد من النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان صدره يغلي في قيام الليل، له أزيز كأزيز المرجل، زي صوت حلة مية بتغلي والغطاء قاعد يطلع وينزل من بخار غليان الماء، من كتر الهم على إنقاذ الأمة والهم على توصيل الدين للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل هم هداية الناس حتى قال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. انت هتذبح نفسك، البخاع عرق عند العمود الفقري في الرقبة، يعني هتذبح، هتفصل راسك عن جسمك، يعني هتذبح نفسك من كتر الهم اللي انت شايله على إنقاذ الناس من النار. انت بلغ ولكن لا تحمل الهم اللي يقتلك، بلغ هذه الرسالة. اخواني في الله، هذا نبينا، فكيف نكون نحن؟ يعني ده اصلنا، ده الاصل اللي احنا طالعين منه، دي الساق اللي الشجرة بتاعتنا متفرعة منه. فيعني كيف نكون نحن؟ كيف نكون نحن؟ يجب ان ننتبه الى هذه القضية الخطيرة، قضية ان احنا لازم نشيل قضية اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، وفي نفس الوقت نشر الدعوة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يطلع مننا رجالة يشيلوا قضية الدين. اخيرا اخواني في الله، لو انك
في معسكر به عدد هائل من المسلمين، فاستيقظت في جوف الليل فوجدت نارا هائلة قد أحاطت المعسكر من جميع جنباته، فكان أمامك حل من ثلاثة: إما أنك أنت تهرب وتنفد بجلدك وساعتها هتنجو ولكن هيبقى نجاة فيها جبن أن الناس تتحرق بس أنا أنجو، وإما أن أنت تحاول تطفي النار وده هيبقى فيه حمق لأن حجم النار أكبر من قدرة فرد، وإما أن تتعاون مع المستيقظين في إيقاظ النائمين ثم جميعا تطفئوا النار. هو ده الحل اللي لازم كل واحد مننا يتوجه إليه. الأمة الآن بتحيط بها نار من جميع الجنبات، حرب من أعداء الله، مخططات من أعداء الله، كل يوم نصحى ده شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، ده حرقوا المصحف، ده عملوا، ده سووا، ده بيعملوا مكر وكيد والعياذ بالله. فما علينا إلا أن نتعاون مع المستيقظين لإيقاظ النائمين لتقوم هذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الفردوس الأعلى في جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم أحي كل ساعة من أعمارنا بطاعتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم انتقم ممن آذى رسول الله، اللهم انتقم منهم، اللهم أرهم آياتك، اللهم دافع عن نبيك، اللهم قوي في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل معصية تبنا إليك منها ثم عدنا فيها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم انصرهم، اللهم أغث أهل مصر، اللهم تب على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم طهر مصر من الفساد والزنا والخنا، اللهم طهر مصر من المال الحرام والربا، اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية، اللهم طهر مصر من القنوات الفاجرة، اللهم طهر مصر من التبرج، اللهم طهر مصر من كل ما يغضبك، اللهم طهر مصر من الفساد والمفسدين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم